لما حضرنا الحفل في هناك مطربين كويتيين ومعرفه وسمره يعني كبيره وفيها امه كبيره. اللي حاصل انه بعد حد من جماعه من هرسول من ربعنا من زملائي قال الكويتي صاحب المحمل ان في عندنا مطرب ناشي من هرسول يقول يكاد تحبوا تسمعوا صوته. قلت له قال ما يخالف يحبون يعني الكويتي يحب يسمع صوتي. بس قالوا لي الله يعني هذاك هذه المطرب يعني واخذني من هناك تحيز معه يلسني واعطوني العود. اعطوني العود تسمع غنيت لهم. لما غنيت لهم ذكر صوت في واحد من هالبحرين كان وكيل مال ماستر ويس شركه ماستر ويس في البحرين وكيلهم في الخليج دي بالاسطوانات العربيه مال محمد فارس يعني هذه شركه ماستر ويس من الكل للاسطوانات هذه هي الاسطوانات يعني تعمل الاسطوانات هي الشركه العالميه هي دي فهو وكيلهم في الخليج كله وكان هم مسجلين محمد فارس وضاحي وعبد اللطيف الكويتي هم مسجلين. لما سمع الصوت هو بقى لك يعني قرب هذالي هكذا وجلس. لما خلص عندما خلص مسك اللي من يدي وداربي على الصوت مندوب الشركة هاي. اي مندوب الشركة داربي على الصوت وقال لي يقول لي ذاك اسمه يقول لي انا اريدك يقول تسجل لي اغنيتين في اسطوانات شو تقول. قلت له والله انا حاضر.